الرحمن الرحيم. الحمد لله 3 نقاط ثمينة اللي تخلينا نحضروا مباراة سعيدة إن شاء الله بأريحية. وين شفتوا مجريات المباراة في الشوط الأول؟ خصم ما كان سهل، صفا خميس مليانة كان يحوس على الديكليك جا باش يعود نتيجة إيجابية بيحقق تعادل أو فوز. الحمد لله طبقنا تعاليم الطاقم الفني وين حطينا الكرة. الشوط الثاني خرجوا كاع اللي عندهم يحوسوا يعودوا في المباراة. الحمد لله بتركيز اللاعبين وجهود كاع اللاعبين قدرنا نسجلوا الهدف الثاني ونحققوا 3 نقاط الحمد لله. ثالث فوز على في داخل الديار. يوم الاحد ما يخفلكش الوقت قصير، غادي نحضروا في هذه 3 ايام الباقيه ان شاء الله باش نعودوا بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. مسعيد اكيد ماشي خصم سهل، غادي ان شاء الله نركزوا باذن الله باش نعودوا بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. عندنا فريق اللي يقدر يكون كلمته هذا الموسم ان شاء الله. السلام عليكم. كما شفتوا المقابله تاع اليوم ما كانت سهله علينا، وين سمانا كومبلي وحنا يعني نبريباريو لها. الحمد لله هذه فيكتوار تعود للخدمه اللي نخدموا تطلع سومان بيسك وجدنا لها ملي على بالنا بلي سكاف فريق قوي، والحمد لله كي قدرنا نخليو 3 نقاط هنا في الصد. الهدف تاعي كان جميل، اصبرت انا كما يقولوا. الحمد لله انا دخلت دوزيام ميطون وقدرت نسجل الهدف الاول تاعي هذا الموسم هنايا. ما يخفالكش العام اللي فات وين كنت هداف في الفريق تاع خميس خشنه، وين ان شاء الله نكمل في هذا المينوال ونزيد نسجل المقابله الجايه ان شاء الله. لا الحمد لله الحمد لله درنا مباراه مليحه ومشكورين اللاعبين اللي طبقوا التعليمات. رانا في صافي يوسف احنا نلعبوا 3 مباريات، لا وشينينا بدوزيام فيها كما قلت لك مباراه ثانيه وين ربحنا بدينا مليح وكملنا مليح الحمد لله. وهادو سي دي بون سين بور لافونير ان شاء الله. وي 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 فريق الخصم يحسن كره جميله اللي طبقوا كره في الارض، سي دي جوار تكنيك الله يبارك لاباس عليهم. والحمد لله احنا كما قلت لك عرفنا كيفاش نجيريو المباراه، والحمد لله ان شاء الله ربي نكملنا النتيجه هكذا. الحمد لله احنا كما حتى اليوم راه اوبجيكتيف كما قلت لك رانا حققنا الاهم، ولكن نقعدوا دائما نربحوا مباراه بمباراه حتى ان شاء الله ربي يكملنا ان شاء الله. الرحمن الرحيم. الحمد لله 3 نقاط ثمينه اللي تخلينا نحضروا مباراه سعيده ان شاء الله باريحيه. وين شفتوا مجريات المباراه في الشوط الاول؟ خصم ما كان سهل، صفا خميس مليانه كان يحوس على الديكليك جا باش يعود نتيجه ايجابيه بيحقق تعادل او فوز. الحمد لله طبقنا تعاليم الطاقم الفني وين حطينا الكره. الشوط الثاني خرجوا كاع اللي عندهم يحوسوا يعودوا في المباراه. الحمد لله بتركيز اللاعبين وجهود كاع اللاعبين قدرنا نسجلوا الهدف الثاني ونحققوا 3 نقاط الحمد لله. ثالث فوز على في داخل الديار. يوم الاحد ما يخفلكش الوقت قصير، غادي نحضروا في هذه 3 ايام الباقيه ان شاء الله باش نعودوا بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. مسعيد اكيد ماشي خصم سهل، غادي ان شاء الله نركزوا باذن الله باش نعودوا بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. عندنا فريق اللي يقدر يكون كلمته هذا الموسم ان شاء الله.